كويس جدا. لو جينا خدنا نظرة عامة كده، لأن احنا غبنا شوية، كان عندنا زي ما اتكلمنا الملف الأفريقي وبعدين رجعنا، شكل المنافسة احنا لا ننظر للغير، بطبيعة الحال الأهلي ما بيبصش للغير يعني، ولكن احنا عايزين أو نفهم من حضرتك شكل دلوقتي المنافسة، حضرتك شايفها ازاي يعني في الدوري، وفي نفس الوقت معلش هتكلم عن ماتش مصر المقصة، ان هو يوم 11 وانت عندك بطولة يوم 15 17 عفوا، خص الاتحاد، لا 15 17 التأجيل ده خص الاتحاد. انا مع حضرتك بس وجهة نظرك ايه؟ نتكلم على الدوري. السؤال الاولاني اتفضل لحضرتك، تفضلتي ازاي ان احنا نرجع للمنافسه. طبعا النادي الاهلي عودنا كابتن كريم كل المؤجلات المواسم اللي قبل كده بيكون مركز جدا جدا فيها، زي ما قلت لك بيفصل بين الماتشات اللي فاتت وماتشات الدوري، فهو عينه على البطوله برضو، كل ماتش بماتشه ان شاء الله باذن الله يقدر يتفوق الاربع ماتشات اللي جايين او الثلاث مباريات، لان ممكن يحصل تاجيل ان شاء الله لو توفقنا، لان هيفرق معانا في النهائي. الماتشات دي الاهلي بياخدها كل ماتش بماتش وتركيز عالي جدا، واحنا عندنا الحمد لله بنك كويس، البنك الاحتياطي، وعندنا اللعيبه اللي بتبدا مميزين جدا جدا، وحاطين في يعني قدامهم جماهير النادي الاهلي قبل اي شيء، لان دي الدعم الاول الحقيقي للنادي الاهلي، فاللعيبه مركزه جامد جدا ان هي عمرهم ما يغزلوا الجماهير، فبينزلوا عشان انتصار، يبقى في انتصارات متتاليه ورا بعضيها، دي اللي هتخلينا نقرب من المنافس. المنافس فارق عليك ب 20 بونت لان لعب مباريات اكبر منك، احنا فارق 17 ماتش بس، ما هو لعب 8 ماتشات زياده. لو احنا توفقنا في المباريات المؤجلات باذن الله يبقى عندنا فرق 4 بونت بيننا وبين المنافس. ايا كان المنافس، النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول، بس ده معناه ان مفيش اي مساحه لوجود اي مفاجات او مستجدات. بص احنا بنتكلم بافتراض ان احنا الثمان مؤجلات، نتكلم كوره برضو. نتكلم كوره، الواحد ايه في كره القدم المباراه فيها فوز فيها تعادل فيها لا قدر الله هزيمه، طب. فممكن اي مدرب او اي فرقه يسقط منك ماتش تعادل او لا قدر الله يحصل اي اهتزاز، دي ورده. صعب جدا جدا برضو المنافس هياخد كل المباريات فوز، هيبقى في عراقيل سواء للمنافس او للي في نص الجدول او حتى الناس اللي بتحاول تهرب من الهبوط تحت، في ناس بتكسب في ناس بتخسر، كل حاجه وارده. بس النادي الاهلي الحمد لله تركيزه عالي جدا، المنظومه كلها ان احنا ما نسيبش اي حاجه تبقى وارده، يبقى في دقه وتركيز من اللعيبه، واحنا الحمد لله يعني الناس اتحطوا في موقف، كان بعض المواسم كان في فرق 12 بونت، كان في فرق 15 بونت، والاهلي بيقدر بيقرب وبيعرف يجيب المنافس وبيعرف يحقق الهدف. في ماتشات يعني بعض الاعلاميين قال لك الاهلي ممكن يبقى السادس السابع يبقى كويس بالنسبه له، طبعا اللي كان بيسمع الاعلام اللي بيتكلم كده بيضحك بيبتسم في التلفزيون في احد القنوات. لا بصراحه انا عن نفسي انا ضحكت جدا جدا، لان هو شبه الاعلامي ده شبهي شويه، قال لك الاهلي كويس لو طلع السادس او السابع. صدقني انا ضحكت جدا السنه دي، كابتن سيد عبد الحفيظ طلع اتكلم كلمتين بس وفي الاخر قال لك خدنا الدوري، خدنا الدوري وخلاص، احنا بنرد ان الاهلي بيرد بالملعب على الارض. صحيح. فان شاء الله المؤجلات دي باذن الله باذن الله النادي الاهلي يتفوق ويقدر يجيب اي منافس، والماتشات كلها وارد زي ما قلت لحضرتك ان يحصل اي حاجه، بس مش عليك انت بس، على كل الفرق اللي موجوده في الدوري. وانا بطمنك بطمن جماهير النادي الاهلي ان الاهلي اتحط في مواقف كتير زي دي ونجح بامتياز.